السلام عليكم. الكثير قال لي من زمان حط شيء عن البرامج ونزلت لقطات خفيفة عن الفقاسة. طبعا الفقاسة هذه الحرارة تشوفونها الحين 38، هذه الرطوبة 55، هذه عدد أيام تقليب البيض، ولكنها أنا حطيت بيض على بيض يعني تعدت 37، هذه عدد تقليب الأيام تقلب البيض. طبعا من هنا الإعدادات كلبوها من هنا، تعلق على هذا يجيك أول خيار تضبط الحرارة، الخيار الثالث تضبط الرطوبة، ثم بين كل واحدة وواحدة تضبط عدد الأيام، تضبط اللي أنت بي. طبعا الحين بنفتحها مع بعض ونشوف. طبعا هي يحط البيض هنا عشان في دينمو حق التقليب، وبيض الدجاج بتكلم عن بيض الدجاج، إذا حطيته الثلاث أيام الأولى ما في التقليب، ثم تبدأ تقلب لين يوم 18، يوم 17، إذا جاء يوم 17 تقلب وتوقف التقليب الين يطلع البيض خلاص. وعاد انا فكيتها وخليتها هذه، عاد بنشوفها الحين. طبعا هذا الرف الاول انا مفرغه علشان اخليه حضانه. هذا الرف الثاني اللي هو فيه. هذول هم طلعوا ما شاء الله، لا اله الا الله. كمهم؟ ايش فيه؟ هذا اللي طلع اليوم، 1 2 3 4، عاد ننتظر بكره كم يطلع. هذا طالع بدري ناشف، هذول توهم فيهم مويه. عاد الحين طلعناهم حطيناهم في الرف اللي فوق بحيث يكون فيه مويه. شوف المويه ما تحط عميق لان ما عنده توازن، ما عندهم توازن، تحط مويه وتحط لك كلهم وتخليهم 24 ساعه ما تطلعهم. بعد 24 ساعه تنقلهم في مكان فيه لمبه او في مصدر حراره بحيث ان الطيور بحيث انها تكون دافيه. عاد ان شاء الله نوريكم اذا نقلناها. السلام عليكم، هذه الحضانة. طلعنا الصغار مرة حطيناهم مع هذول اللي طلعوا امس، هذول حطيناهم مع هذول مع الكبار شوي. طبعا اكبر منهم اسبوع، في شيء اكبر منهم اسبوع، شيء اكبر منهم اسبوعين. بدأوا يلقطون فلاكر، يتعلمون من هذول، بس توهم. طبعا عبارة عن محكر أو شبك أو اللي تسميه.